يجب أن تكون العسكريين تحت حكومة منتخبة مدنية ديمقراطية واضحة جدا. طبعا أنك أنت بتكون فوق أو موازي للحكومة يفتح ربي، تعليمات واضحة، لأن هذا يمشي بالتعليمات اللي يقولوا لحفتر. تو جماعة السيادة الوطنية مش حيطلعوا يتكلموا ولا يكلموكم ولا يقولوا لكم ولا السيادة الوطنية، لأن تحضر وتغيب. هذه واضحة الأوامر، أنك لازم تكون تحت قيادة مدنية ومنتخبة ديمقراطيا. وانسى أنك تكون، طبعا هو عايش في جو أنني القائد الأوحد وأنني أقوى واحد في البلاد وأني كذا كذا كذا، حطوا له النقاط على الحروف للأسف الشديد. يعني ما فيش حتى واحد ليبي يقدر يقول للكلام هذا من اللي صفقوا له كلهم ويزمسكوا له، أو جو زوز أمريكان قالوه له وكتبوها في النت، مش ما تقولش لا تحت الطاولة، لا قالوه له أفتار، لا كتبوها له، وريني شن بيرد عليهم. خلي يطلع يقول الكلام هذا هرطقات ولا مش موجود، خلي يطلع يرد عليهم. وجماعة السيادة الوطنية زي العجوة، زمان كفار قريش كانوا يصنعوا التماثيل من العجوة، من التمر، تمر المعجون، يصنعوا منه تمثال يقعد يعبد فيه في الليل، ما لقاش ما ياكل يضرب التمثال اللي كان يعبد فيه في الصبح. حتى هذيهم اللي يتكلموا بالوطنية والسيادة الوطنية يتشدقوا بها، يتشدقوا بها، وين يجي في حفتر ولا في الآلهة متاعهم يبلعوا لساناتهم ويسكتوا. إذن حتى اجتماعها كان فيضان، رئيس المخابرة التركية اجتمع بالقيادات اللي هو كانوا حاضرين مجموعة، كان مهندس عبد الحميد والمشري والصديق الكبير وعبد الله اللافي وغيرهم، كان حاضرين معاه قائد القوات التركية في ليبيا ومساعدين، وضعوا النقاط على الحروف كفى عبث، وضعوهم في صورة ما سيكون في المرحلة القادمة، والمرحلة القادمة هي الحرب ضد فاغنر. الحرب ضد فاغنر يتحمل مسؤوليتها الإجابة، مش نكونوا واضحين. الجانب التركي يحاول أن يكون وسيط في هذا الموضوع، ربي يوفق. ماذا بينا احنا أن لا تكون حرب بالإنابة على أرضنا، حرب بين أمريكا وفاغنر. احنا لما اعتدوا علينا حاربناهم الحمد لله بمساعدة إخواننا الأتراك، ربي يجعل منهم الحارث والوارث، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يطول في عمر أردوغان. يتكلم بالكلام هذا إلا من عانى مرارة 19 و20، أما الخونة والعملاء اللي كانوا يراجوا في حفتر مش حيعجبهم كلامي. ربي يطول في عمر أردوغان وربي يحفظه، وإن شاء الله ربي يجزيه خير، لأن لو دخل حفتر في وسط طرابلس رأوا توا الهبود يضرب فيكم بالمشليط على مؤخراتكم، كونوا واضحين. لكن ربي عز وجل له تصاريف وله تقدير أخرى. يا ربي لك الحمد.